بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو ضعف الحافظة. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، الله يحفظكم، حياكم الله سماحة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، الله ورحمة الله وبركاته. شاء الله. ضعف الحافظة، كثرة النسيان سماحة الشيخ، نعم. بمعنى آخر هذا داء هذا. نعم، بارك الله بك. ولهذا احنا عندما نجي إلى الحافظة، الحافظة شيء مهم مهم، نعم. مهم للغاية. نعم. نعم، يعني هي كثرة النسيان، بس على مود نوضح للسادة المشاهدين أنه هذا مرض من الأمراض أيضا. نعم، ومرض. نحن حتى نقول أن في قضية ضعف الحافظة يصل إلى حال الإنسان حتى ينسى أولاده. نعم. حينما نقول ضعف الحافظة، لا مجرد أن نقول أن ينسى فلان معلومة أو فلان معلومة، أو مثلا ما تبقى المعلومات في باله، هل مقدار نتكلم ونسكت؟ نعم. لا، نقول حتى في بعض الأحيان يتكاثر عند الإنسان هذا المرض إلى أن يصل إلى حالة النسيان الكامل. نعم. ما يندل بيته وين، ما يندل أن هذول أولاده من، هؤلاء هاي الناس اللي أطرافه يعيشون كأنه يعيش في غربة كاملة، لأنه نعم. لا يعرف الذي يعيش أطرافه. صحيح. فيرى نفسه وحيدا بين هؤلاء الذين لا يعرفهم وهم أولاده وهذه عائلته. ولهذا من هذا اللحاظ نحن خصصنا حلقة كاملة في قضية ضعف الحافظ. أيضا سماحة الشيخ، حديثين إذا أردنا نسميه يسمونه مرض الزهايمر، يعني من الأمراض الموجودة أيضا في نعم هاي المرض اللي الموجود الآن بهذا العنوان. نعم، بارك الله بكم. ما هي علة مرض ضعف الحافظة سماحة الشيخ، بارك الله بكم؟ العلل، هناك علل كثيرة موجودة. الآن على سرعة يعني باعتبار نختصر الوقت في هذا الباب، أشوف أن هناك علة كثيرة لهذا لضعف الحافظة. أشوف أن أحد الأمور هي قضية أكل التفاح الحامض. نعم. أكل التفاح الحامض ما يسبب ضعف الحافظة عند الإنسان. لماذا أكل التفاح الحامض يسبب ضعف الحافظة عند الإنسان؟ لأن أكل التفاح الحامض طبيعته باردة. نعم. وكل شيء الآن أنت من خلال هذه الأمور العوامل التي تسبب ضعف الحافظة، حينما نرجع إلى هذه العوامل نرى أنها كثير ما تسبب البرودة في البدن والرطوبة في البدن. يتبين أن كلما تزداد البرودة والرطوبة بالأخص في دماغ الإنسان، هذا يسبب ضعف الحافظة عند الإنسان. لهذا احنا عندما نأتي إلى أول شيء هو أكل التفاح الحامض، عن النبي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 9 تورث النسيان. الإنسان ينساهن. أكل التفاح أحد هذه الأمور، أكل التفاح الحامض، لأنه تفاح الحامض فيه نوع من البرودة ويسبب البرودة، وهذا يؤثر على دماغ الإنسان. ولهذا أنت تجي في رواية أخرى وردت التفاح عنه عن رسول الله، التفاح يورث النسيان، بس يا تفاح، التفاح الحامض الأخضر. وذلك لأنه يولد في المعدة اللزوجة، يعني حتى رابطة بين المعدة وبين حافظة الإنسان. فإذا هذا أحد الأمور. الشيء الثاني الذي يولد الضعف عند الإنسان الكزبرة. كثير ما يستخدمون هذه الخضروات لقضية مثلا يحشون بطن السمكة ويستخدمون هذه الكزبرة، بينما هذه الكزبرة لها مضرات كثيرة. نعم. أحد هذه الأمور قضية ضعف الحافظة، ولذا ورد في الرواية 9 تورث النسيان، أكل التفاح الحامض كما ذكرنا، والثانية أكل الكزبرة تضعف حافظة الإنسان. بعد أكل الجبن وكثير ما أن العوائل يستخدمون أكل الجبن، وتعرف أن الجبن داء واللوز داء، إذا التقى يا صار دواء.
فإذا إذا تريد تأكل جبن كن تأكله مع اللوز الجوز نعم. أو اللوز بالأفضل أن يكون جوزا. المهم أنما حينما نأتي إلى قضية الجبن فهو أحد أسباب ضعف الحافظة بالأخص الأخص الناس يستخدمون الصبح. الصبح مضرة بينما عندنا روايات تقول إذا أردت أكل الجبن كله في الليل وهو منفعته تكون في الليل أفضل من الصباح. نعم. إذا أردت لكن التكثر منه يسبب ماذا؟ قلة ضعف الحافظة. ولهذا ورد في الرواية 9 تورث النسيان وعد منها الجبن. أكل سؤر الفأرة يعني الفأرة تجي تأكل من تخلي لك طعام أو أرز أو شيء عندك الفأرة تجي تأكل من عنده وأنت من بعده تجي تأكل من هذا الأكل اللي الفأرة أكلت منه شيء هذا سؤر الفأرة يسمونه وأكله مكروه عند أهل البيت سلام الله عليهم. فهذا يسبب النسيان. قال 10 خصال تورث النسيان واحدة من عدها قضية أكل سؤر 9 أشياء أكل سؤر الفأرة. أحد الأمور اللي شايعة بين الناس قضية قراءة كتابة القبور أن هذا دائما يروح إلى المقبرة ويبدأ من ابتداء المقبرة يقوم يقرأ على هذا القبر شنو مكتوب وذاك القبر شنو مكتوب ويأخذها طول عرض المقبرة وهو يقرأ على القبور. وهذا أنا جربته بنفسي يعني مرة واحدة أو مرتين نظرت إلى قبر قرأت ما عليه وإذا رجعت إلى البيت صابتني نوع من النسيان. ومنين جت لي عرفت أن هذا من النظر إلى على اسمه قراءة كتابة القبور. نعم. فإذا هذا مهم ولذا قال 10 خصال تورث النسيان منها قراءة لوح المقابر هذا يسبب النسيان عند الإنسان. خب بعد من جملة الأمور المشي بين امرأتين سواء كان الامرأتين من المحارم سواء غير المحارم عموما ولذا هي من جملة التسعة التي تورث النسيان. فإذا إذا تريد تمشي لا تمشي بين النساء هذا يسبب النسيان عندك. فإذا هذه الأمور من جملة الأمور هي قضية الحجامة في النقرة. وين النقرة؟ يعني خلف رأس الإنسان. الإنسان بهذا المكان إذا احتجم صحيح هي حجامة الرأس لها 7 خصال تدفع الجنون عن الإنسان آلام الرأس والصداع الدفع عن الإنسان والشقيقة تدفع عن الإنسان لكن ليس في هذا المكان بل فوق رأس الإنسان يعني يافوخ الإنسان. العلامة أن تجعل الخنصر على رأس أنفك ثم تجعل الإبهام مكان الإبهام يكون محل الحجامة. فإذا نحن نقول أن هذه تورث النسيان بالنسبة إلى هذا المحال. بارك الله بكم أحسنتم جزاكم الله خير جزاء سماحة الشيخ. طبعا الحجامة وما أدراك ما الحجامة كثيرا ما ذكرنا الحجامة سماحة نعم. الشيخ هل هناك مواضع محددة يعني وصوا بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام للحجامة؟ نعم. الآن نحن عندما نأتي إلى المواضع التي وصوا بها أهل البيت عليهم السلام نعم. نأتي إلى المواضع هناك الحجامة العلاجية. إحنا عندنا حجامة بصورة عامة وقائية هذه الحجامة تقع بين الكتفين يعني على الكاهل. عندنا حجامة علاجية يعني هذه لعلة خاصة. الآن نذكر أولا تخلية العضو المصاب من الدم دواء له. كل عضو إذا انصاب بعلة خاصة وهو المتخصص يشخص على نفس العضو يسوي حجامة هذا وحدة. حجامة وسط الرأس دواء وشفاء لكل داء إلا السام. الحجامة في وسط الرأس على بعد الشبر كما أشرنا إلى هذا المعنى يعني أو من بين الحاجبين 4 أصابع مفتوحة هذا هم كذلك. المصاب بالجنون يحجم في رأسه من اليوم 12 للشهر وحتى 21 في صبح الخميس أو عصره أو عصر الاثنين أو الأحد أو السبت ولا يحتجم في غير هذه الأيام. هذا اللي مصاب بمن؟ بالجنون. المصاب بالجذام يحتجم في رأسه في أواسط الشهر ما عدا الثلاثاء والأربعاء والجمعة. المصاب بالبرص يحتجم في رأسه أواسط الشهر. المصاب بالآكلة يعني الجذام أو أنه يختلف عن الجذام في حالات يحتجم في رأسه كذلك. المبتلى بوجع الضرس ما يفك وجع الضرس يحتجم في رأسه أو في الأخدعين
في مكان خاص في على الظهر. من كان في عينيه غشاوة ما يشوف، يحتجم في رأسه في وسط الشهر. صاحب الصرع أو الصراع يحتجم في رأسه في وسط الشهر. علاج النعاس الدائم وكثرة النوم وهو الحجامة وسط الرأس. ثقل الرأس يعالج بحجامة النقرة. هسه هذا حجامة خاصة لكن إنها إلا أنها تورث النسيان. كما الطفل إذا بلغ 4 أشهر وكان كثير اللعاب والحرارة يحتجم في النقرة، بس الطفل اللي عمره وصل إلى 4 يقدر يحجمه لوين؟ يحجموا له في النقرة. لكن حينما نقول الحجامة للطفل لكن بهدوء بهدوء بهدوء، ولو ربما قطرات من الدم القليل حينما نقول الحجامة، ليس كحجامة الرجل الكبير حيث أن الطفل لا يتحمل. أمراض الفم يحتجم تحت الذقن، هذا اللي عنده أمراض الفم. فساد اللثة والتهاب يحتجم الذقن بهذا المكان، هذا كله نافع. وهناك كثير، وجع الأسنان يحتجم تحت الذقن، الخفقان في القلب يحتجم له على الكاهل، الامتلاء والتخمة ينفع له حجامة الساقين، وهكذا كثير من الأمكنة التي وردت عن أئمة أهل البيت لأمراض خاصة. وهناك تقارير طبية، راجع كتاب الدواء العجيب، الدواء العجيب، هذا كتاب ينقل لك التقارير الطبية لعلاج في الحجامة بالحجامة لأمراض مستعصية على الإنسان. ممكن الطب الحديث ما وجد لها علاجا بينما يوجد بواسطة الحجامة ارتفع عنه كذا من الآلام. الآن في إدامة الأمور التي هي تسبب ضعف الحافظة، البول في الماء الراكد. الإنسان إذا بال في الماء الراكد هذا يسبب للإنسان ماذا؟ ضعف الحافظة. ترك القص الأظافر من جمعة إلى جمعة هذا يسبب ضعف الحافظة. النظر إلى المصلوب، يعني واحد جايبينه وصالبينه، إذا الإنسان أدام النظر إلى هذا المصلوب هذا ما يسبب عند الإنسان ضعف الحافظة. بعد أكل الجلجلان، الجلجلان شنو هو؟ وهو الذي يسمى السمسم. نعم. الزيت ماله، الدهن ماله جيد، لكن نفس استخدامه بالأخص بالكثرة الإنسان يستخدم هذا يسبب شنو هو؟ ضعف الحافظة. ضعف الحافظة. السهر والتقلب على الفراش، هاي بالروايات اهل البيت موجود ان كثير السهر الانسان بالليل ما ينام هذا يسبب ضعف الحافظه على طول الايام، يسبب ضعف الحافظه. الاكثار من لحوم الوحش والبقر، يعني مثلا يصطاد كثير من لحوم الوحش مثل الغزال وكذا وياكل كثير من هذه اللحوم، او يكثر بلحم البقر ينصاب بالضرر وهو احدها ضعف الحافظه. كذلك لحم الماعز، الماعز كذلك لحمها بارد، هذا ما يسبب عند الإنسان ضعف الحافظة. الآن هذه الأمور التي وردت عند أئمة أهل البيت عليهم السلام كلها تسبب ضعف الحافظة. ما أعرف قد عندنا حد الفاصل. نعم. مجال عندنا مجال. نعم بارك الله بكم، نطلع فاصل إن شاء الله. إن شاء الله. ونرجع سماع الشيخ بارك الله. الله أحباء المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، متواصلين معكم لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظك. الله يحفظكم. طبعا موضوعنا التذكير فقط سماحة الشيخ أنه موضوع ضعف الحافظة. نعم. ما هو العلاج بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لهذا المرض، مرض ضعف الحافظة؟ الآن بالنسبة إلى ضعف الحافظة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام عدة أمور. نعم. بينما نحن عندما نأتي إلى العلاجات اللي قدموها أهل البيت عليهم السلام نراها أنها كلها من الأمور الحارة. نعم. يعني الأطعمة الحارة التي تزيد سعرة الحرارية في بدن الإنسان. صحيح. ولهذا نفهم أن سبب ضعف الحافظة من قضية البرودة والرطوبة في البدن، بالأخص إذا ازدادت الرطوبة والبرودة في رأس الإنسان. من جملة الأمور المهمة هي قضية العسل.
العسل وما أدراك ما العسل. ولهذا يقول: من لعق لعقة على الريق يقطع البلقم ويصفي الذهن ويجود الحفظ. الحفظ إذا كان مع اللبان، لبان الذكر، نعم. إذا كان مع لبان الذكر بعد أكثر يجود حفظ الإنسان. الآن من باب إحنا ذكرنا قضية العسل ومكانة العسل في روايات أهل البيت، حدث إلى ما شاء الله. ولهذا أنت تجي إلى القرآن الكريم، أول ما هو القرآن الكريم ذكر قضية العسل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. إشارة على أن أكو بعض العسل مثلا للزعتر، أكو عسل مثلا ماكل من عشبة خاص يسمونه بذاك الاسم. إحنا نقول القرآن الكريم يقول: ثم كلي من كل الثمرات، من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولهذا نحن عندما نأتي إلى خصوصيات العسل ومكانة العسل، ما من علاج ودواء في روايات أهل البيت إلا وفيه نوع من العسل. يعني الآن إحنا إذا نريد نخلط خلطة مع خلطة مثلا أو عشب مع عشب، كون نستخدم أحد الأمور العسل، نعم. لأن العسل له هذه الخصوصية، ينقل العلاج إلى محل الألم. ما شاء الله. يعني من خصوصيات العسل أن أنت تستخدم علاج دواء، تستخدم عشبة، ياخذ العشبة يوديها في محل اللي يحتاجها البدن. ما شاء الله. وهذه من خصوصيات العسل. ولذا ورد قال رسول الله: من شرب العسل في كل شهر مرة يريد ما جاء به القرآن. ما جاء يعني يحتاج عقيدة اللي تعتقد، لأن القرآن قال فيه شفاء للناس وأنت تريد الشفاء، لأن جاء في القرآن الشفاء بهذه العقيدة. يريد ما جاء به القرآن عوفي من 77 داء. ما شاء الله. بالشهر ولو مرة تستخدم لأجل الشفاء، هذا عوفي من 77 داء. ومنه قال: من أراد الحفظ فليأكل العسل. نعم الشراب العسل، يرعى القلب ويذهب برد الصدر. وبعد تجي إلى مثلا واحد اشتكى، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخي استطلق بطنه، يعني بطنه بتعبيرنا نوع إسهال عنده، نوع من الاستطلاق تمشي بطنه بتعبيرنا، فقال: اسقه عسلا. ما شاء الله. لأن العسل شفاء. اسقه عسلا، فسقاه، راح عند أخوها معسل. ثم جاءه فقال: يا رسول الله قد سقيته فلم يزد إلا استطلاقا، هو زادت بطنه، انطيته عسل وازداد أكثر. فقال: اسقه عسلا 3 مرات، أكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء في الرابعة فقال: اسقه عسلا، قال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، هو كل ما أسقيه بطنه بزايد تمشي. شنو قال الرسول؟ فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. الله صادق، لأن الله قال فيه شفاء للناس، لكن تبين أنت ما تصرف العسل باعتقاد، لأن الله صادق فيما يقول وفيه شفاء للناس. صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرئ. ما شاء الله. يعني معناته ابتداء كان يسقي عسل، ما عنده عقيدة أن العسل مو عن عقيدة، لكن يوم اللي قال كذب بطن أخيك تبين أن أنت ما تصرفه بالعقيدة، بينما الله قال فيه شفاء للناس. بل في روايات عندنا عن علي بن أبي طالب قال رسول الله: 5 يذهبن بالنسيان. 5 أشياء تودر النسيان عن الإنسان. شنو هاي الخمسة؟ ويزن في الحفظ ويذهبن بالبلغم. قال: السواك. السواك أحد الأمور للعلاجات لقضية ضعف الحافظة. والصيام. تقول لي: الصيام لماذا؟ لأن الصيام طبيعته حارة وجافة، وضعف الحافظة جاينا منين؟ من البرودة والرطوبة. فالصيام هو ضد البرودة والرطوبة. حينما ترتفع بقضية الصيام البرودة والرطوبة، وإذا ذهن الإنسان، حفظ الإنسان يكون أجود وأقوى عند الإنسان. بعد من جملة الأمور عند أهل البيت وقراءة القرآن. ما شاء الله. قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن في روايات أنها مذهبة للبلغم. البلغم يعني البرودة
والرطوبة في البدن. فإذا لماذا؟ لأن القرآن طبيعته حارة، القرآن طبيعته حار، لأن حينما الإنسان يقرأ وعلامته حينما الإنسان باعتقاد يقرأ القرآن كأنما يقع في قلبه من النشاط بكلام الله تبارك وتعالى. هذا النشاط منين جاينا؟ تبين هذا الكلام له حالة من الحرارة، يحرر الإنسان، يحرر بدن الإنسان، لأنه يزيد الإنسان النشاط. ذاك اللي يزيدك خمول ذاك بارد، ذاك اللي يزيدك نشاط معناته شنو هو؟ معناه أنه حرارة فيه. ولهذا القرآن يجود الحفظ عند الإنسان. بعد والعسل واللبان، هذا علش المر أو لبان الذكر عندنا، لبان الذكر ولبان الأنثى. لبان الأنثى أكثر مائل إلى نوع من التكدر، لكن لبان الذكر أكثر إلى مائل إلى البياض وطويل، طويل يعني الهيئة مالته طويلة، ولهذا يسمى بلبان الذكر. كذلك هو جدا جدا نافع لقضية الحافظة. وإلا أنت تجي إلى قضية العسل، هو العسل هو جدا نافع لقضية الحفظ، وكثير من الأمراض حتى الأمراض المستعصية ممكن الإنسان يقدر يعالجها من خلال ماذا؟ من خلال العسل. فإذا العسل وبعد واللبان، يا لبان هاي لبان الذكر، نعم. إيه نعم، هذا صباحا تستخدمها 40 يوم على ريجك، فرد ربع ساعة تعلج به هذا اللبان وثم ذبة ما محتاج تبتلعه. المهم أنه نافع لماذا؟ لقضية الحفظ. ولذا فقد ورد عليكم باللبان فإنها تمسح الحر وتذكي الذهن وتجلو البصر وتذهب بالنسيان. ما شاء الله، النسيان ما يجي للإنسان اللي يستخدم اللبان. أقل له مثلا كل 6 أشهر مرة 40 يوم داوم على قضية استخدامك للبان. بعد من جملة الأمور النافعة للحفظ قضية الكرافس. الكرافس جدا مهم لقضية رفع النسيان عن الإنسان، كما ورد في البحار عن النبي عليكم بالكرافس فإنه طعام الياس واليسع ويوشع، هذا كلهم أنبياء صحيح، وروي أنه يورث الحفظ ويذكي القلب، هم نافع للقلب هم نافع ماذا؟ للحفظ. هناك دواء مركب يوجد لقضية الحفظ. عن أبي بصير قال قلت للصادق عليه السلام كيف نقدر على هذا العلم الذي فرعتموه علينا. نعم. يعني أنتوا هذا العلم إحنا شلون نقدر نحفظ هذا العلم، العلم اللي جايكم من جاي من قبلكم أهل البيت صحيح. نحتاج إلى حفظ قوي حتى نقدر نستخدم هذا العلم وما ننسى هذا العلم، ماذا نصنع؟ قال خذ وزنه 10 دراهم قرنفل، يعني كم غرام يصير؟ تقريبا 32.5 غرام من القرنفل. وبعد ومثلها كندر، كندر هذا اللبان إشارة إلى اللبان. وبعد ثم قال لبان كندر ذكر، لبان الذكر دق دق دقها دقا ناعما، دقة تمام يعني ناعم، شنو القرنفل وشنو اللبان الذكر. نعم. ثم استفه على الريق كل يوم قليلا، يعني بمقدار ملعقة صغيرة، ملعقة الشاي اللي تخوط بها الشاي. نعم. هاي الملعقة يومية قد ملعقة تصرف على الريق، فهو جدا نافع لقوة الذاكرة والحافظة عند الإنسان. نعم. أكو دواء مركب آخر، ما أعرف قد عندنا وقت، موجود وقت عندنا. نعم. شيخ، نعم بارك الله بك. هناك يوجد دواء مركب آخر وهو جدا نافع لقضية الحفظ. عن علي قال من أخذ من الزعفران الخالص جزء، جيب لك زعفران خالص جزء، ومن السعد جزء، جيب لك من السعد، السعد الكوفي هم جزء. نعم. ويضاف إليها عسلا، شوف ما من دواء إلا وفيه العسل، العسل دائما العسل ضعفين يصير، إذا كل واحد جزء جزء هذا جزئين، ويشرب منه 2 مثقال في كل يوم، فإنه يتخوف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرة. ما شاء الله، كما ورد في روايات، هذه الرواية في البحار مجلد 59، يقول يخاف عليها أن يقال له ساحر من شدة حفظه. ما شاء الله. فإذا جرب القضية، جيب لك عسل، جيب لك زعفران، سعد الكوفي وعسل، تخلطهن معا ثم تستفاد من عدهن يومية تقريبا 2 مثقال في كل يوم، فهذا هو جدا نافعا لحفظ الإنسان. أكو دواء مركب ثالث
وهو جدا نافع لقضية الحفظ، وهو يؤخذ سنا مكي وسعد هندي وفلفل أبيض وكندر ذكر وزعفران خالص أجزاء سواء، يدق ويخلط بعسل ويشرب منه زنة مثقال كل يوم 7 أيام متتالية، فإن فعل ذلك 14 يوما خيف عليه من شدة الحفظ أن يكون ساحرا. ما شاء الله، هذا هم دواء علاج اللي مبتلين في قضية ضعف الحافظة. عندك الزبيب، وما أدراك ما الزبيب، جاء في الرسالة الذهبية، ومن أراد أن يزيد في حفظه فليأكل 7 مثاقيل زبيبا بالغداة على الريق، يعني 21 حبة يوميا يأكل من الزبيب وهو يزيد الإنسان حفظا. بعد من جملة الأمور الزنجبيل والعسل، الزنجبيل والعسل يزيد الإنسان حفظا، جاء في الرسالة الذهبية، ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا فليأكل كل يوم 3 قطع زنجبيل مربى بالعسل. نعم. يعني هذا الزنجبيل بعدك مو مطحون، تخلي عليه شنو عسل وتاكل. فإذا 3 قطع صغار تخلي عليهن عسل وتاكلهن، هذا يزيد الإنسان حفظ. إضافة الخردل إلى الطعام كذلك هو نافع للحفظ، للرواية السابقة، فإن المستفاد منها أن كل مربى الزنجبيل بالعسل والخردل دواء على حدة، كما هناك موجود، لأن كل يوم 3 قطع زنجبيل مربى بالعسل، ويطبخ بالخردل مع طعامه كل يوم، يعني الخردل يجيب خردل ويطعام يستخدم ويأكل، وهذا يزيد الإنسان حفظا. دواء مركب رابع يوجد لقضية، هو دواء ابن مسعود، معروف بدواء ابن مسعود عن النبي، لحفظ القرآن ويقطع البلقم والبول ويقوي الظهر. هذا الدواء يؤخذ 10 دراهم قرنفل، 10 دراهم قرنفل، وكذلك من الحرمل ومن الكندر الأبيض ومن السكر الأبيض، يسحق الجميع ويخلط إلا الحرمل. الحرمل ما تخلطه ولا الطحنة ولا هو بمادة سامة كما ذكرنا في الحلقة، يخليه على حالته. نعم. ويضيفه وياه، أسا بعض الروايات يقول يفركه بيده هكذا ثم يستفه بدون أن يقع تحت الأسنان. نعم. لأن به فيه مادة سامة، ونقول يبتلعه، حالة ابتلاع عنده. نعم. ولذا إذا يخلط مع هذه الخلطة لا يدق ولا يطحن ولا شيء، إنما يخلي على حدة في هذه الخلطة، ثم ويؤكل منه غدوة زنة درهم، يعني بوزن درهم، وكذا عند النوم، يعني عند الغدوة يعني على الريق، وعند المنام يأكل مقدار من عنده بمقدار ملعقة صغيرة يوميا، فهو نافع جدا 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 لقضية الحفظ. هذه الأمور التي عرضناها كلها مرت علينا من روايات أهل البيت عليهم السلام، وقلنا أن كل شيء يزيد عندك البرودة والرطوبة في البدن بالأخص في رأس الإنسان فهو يسبب للإنسان ضعف الحافظة، فعليكم من التحرز من الأمور التي تسبب زيادة الرطوبة والبرودة. من جملة الأمور اللي تزيد عند الإنسان الرطوبة والبرودة في الرأس بالأخص النوم، كثرة النوم، إذا الإنسان متعود كثير ينام هذا يزداد برودة ورطوبة في رأسه وفي جسمه، تجي له السمنة وكذلك تجي له ضعف الحافظة. هذا ما قدمناه من مدرسة أهل البيت عليهم السلام لقوة الحافظة. بارك الله بكم سماعة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، نسأل الله بحق الحسين لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. إلهي آمين. على طول هذه الحلقات أعطيتونا من وقتكم الثمين، جزاكم الله خير، الله يحفظك ويعيدك إن شاء الله، وبارك الله فيكم إن شاء الله. ونعيد ونكرر سماحة الشيخ أن كل ما ذكر في هذه الحلقات من برنامج طب أهل البيت، طب أهل البيت عليهم السلام، هو مذكور عن روايات أهل البيت عليهم أو استنتاجات من روايات أهل البيت، أو أيضا استنتاجات يعني موجودة، يعني خلينا لم نخرج من هذا، رؤوس أقلام انطونا. نعم. أهل البيت، وإحنا يعني صرفنا في هذه الأمور من حيث أنهم وجهونا على القواعد العامة في قضايا العلاجية. نعم. ونحن استخدمنا هذه القواعد العامة واستخرجنا بعلاجات مختلفة لكل الأمراض. الله يحفظكم، الله يحفظ، ان شاء الله نسألكم براءة الذمة سماحة الشيخ، الله يحفظكم الله خير، جزاكم محمد وآل محمد، الله يحفظكم ان شاء الله، شيخنا العزيز، وفقكم الله لكل خير، الله يسلمكم، واسأل الله تبارك وتعالى العافية
لجميع شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه في شرق الأرض وغربها إن شاء الله. اللهم يلبسهم لباس العافية بحق أمير المؤمنين سلام الله عليه. بارك الله بكم سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، شكرا جزيلا لكم، خادمكم، الله يحفظكم وأيدكم إن شاء الله. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. للتذكير فقط أيها الأحبة الكرام، بالإمكان زيارة الصفحة الموجودة على الفيسبوك لخادمكم الرادود الإعلامي حسين الأميري لأي أسئلة واستفسارات، إن شاء الله نكون في خدمتكم. نسأل الله بحق الحسين الشفاء لجميع المرضى ببركة الإمام زين العابدين وبغربة الإمام الحسين سلام الله عليه. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحسنتم سماحة الشيخ.